بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة تكنوميكانيك، معكم كامل سعد. بتقابلك مشكلة كبيرة جدا إن المحرك بتاعك بيسخن معاك ودرجة حرارته رافعة، مع إن دائرة التبريد سليمة وميتك سليمة والدنيا معاك كلها تمام. بتقابلك مشكلة تانية إن المحرك بتاعك دي يليق زيت أو بيسرب زيت من عند الكرانك شافت أو من عند عمود الكرانك، سواء من خلف المحرك من يم الفلاي ويل أو من يم الحدافة اللي هي ناحية الفتيس، او بيلاقي زيت من قدام من ناحيه وش التقسيمه او من ناحيه مروحه التبريد. كل المشاكل دي النهارده ان شاء الله هنقول لك على اسبابها وهنقول لك على السبب الرئيسي في العمليه ديت. خليكم معانا بعد الفاصل. اول سبب بيسبب لي تلف السيل، سيل الكرانك الامامي وسيل الكرانك الخلفي، هو زياده مستوى زيت المحرك عن الحد المطلوب. وتعالوا نفهم واحدة واحدة ازاي ان انا لما ازود زيت المحرك عن الحد المطلوب او عن الشرطة اللي فوق، زي ما حضراتكم شايفين قدامي مقاسة اهوت، مقاس زيت مكتوب عليه الشرطة التحتانية مكتوب عليها اد والشرطة اللي فوق مكتوب عليها فول، وفول هنا معناها ان انت وصلت لمستوى الزيت المطلوب، اد هنا معناها انك انت محتاج تضيف زيت وتخلي الزيت بتاعك او مستوى الزيت بتاعك ما بين الشرطه اللي تحت وما بين الشرطه اللي فوق، ويا ريت يكون او الافضل ان هو يكون يم كلمه فول او تحتها بشويه، بحيث انك انت تكون في الامان. بعض الناس بيجي لما يزود زيت المحرك العربيه بتاعته او معدته يخليه فضل معاه شويه زيت زياده، يوم يقول لك انا بدل ما ارميهم احطهم او ازودهم على المكنه هيعملوا ايه يعني. طيب لما تزود زيت المحرك لازم يكون عندك معلومة ان انت لما بتزود زيت المحرك عن الحد المطلوب، المحرك من الداخل فيه حيز او فراغ، لازم الفراغ ده المصمم عليه لازم يكون موجود، بحيث انك انت ما ترفعش الضغط داخل المحرك بسبب انك انت قللت الحجم ده. ويا سلام كمان لو انت عندك البريسر او منفس المكنة، اي محرك عندك بيكون فيه منفس، تلاقيه فوق تلاقيه في الجنب تلاقيه تحت، واخد بالك، لازم ان المنفس ده يطلع الغازات الناتجة عن عملية الاحتراق داخل المحرك، والغازات دي بتكون نسبة منها هربانة من شنابر المحرك. طبعا دي بتعتمد على عمرة المحرك بتاعك وبتعتمد على حالة المحرك بتاعك، هل هو قريب من ان هو يعمل عمرة جديدة ولا بعيد من ان هو يعمل عمرة او جديد بمعنى صح. وبالتالي لو منفس الزيت اللي عندك او منفس ضغط الغازات اللي عندك داخل المحرك او البريسر حصل فيه كتمان او انكتم او سد او فيه مشكله وبطلعش الغازات دي، هيرفع لك الضغط داخل المحرك، وده هيبدا يسبب لك مشاكل اللي احنا قلناها في الاول، اللي هي تلف السيل الخلفي والسيل الامامي للكرانك شافت. كمان في حاجة عايزين نوضحها كمان بالنسبة لزيادة مستوى او منسوب زيت المحرك داخل كارتيرة المحرك، ده هيخلي الكرانك شافت يخبط او يلمس في سطح الزيت من اعلى، وبكده هيعمل استرس او اجهاد على دوران المحرك، وفي نفس الوقت زيت المحرك هيحصل فيه فومينج او هيحصل فيه رغوة. الحاجة التانية كمان هيعمل بابلز او فقاعات هواء، هيكون بابلز او فقاعات هواء لعدم استقرار الزيت داخل كارتيرة الزيت، ومن هنا هتقوم البامب بسحب الزيت ولكن معاه كمية من فقاعات الهواء، وكده الزيت هيوصل اجزاء المحرك ولكن زيت مش كامل، ولكن زيت ناقص او زيت به كمية من البابلز او فقاعات الهواء، ودي طبعا هتضر وهتسبب ضرر جسيم بأجزاء المحرك، وهيحصل تآكل لأجزاء المحرك المختلفة، وهتبان معاك على لمبة ضغط الزيت على طابلو السيارة أو طابلو المعدة، هيبان إن ضغط الزيت ضعيف أو فيه مشكلة بسبب تصادم أو خبط الكرانك أو تلامس الكرانك مع سطح الزيت داخل كارتيرة الزيت. وفي بعض المحركات الحديثة النهاردة بدأوا يعملوا زي فاصل أو حاجز ما بين الكرانك شافت وما بين سطح الزيت داخل كارتيرة المحرك عشان يتلاشوا القصة دي. كمان اللي بيحصل معايا كمان لو زاد منسوب الزيت داخل المحرك عن الحد المسموح، ده بيعدي نسبة من الزيت عن طريق حلقات المكبس او البستون رينج، وديت هتعدي زيت اعلى سطح البستون وهيبدأ حريق كمية من الزيت
داخل الكومباشن شامبر او داخل غرف الاحتراق، وهيبان اثرها وتعرفها هنا عن طريق هتلاقي الاكزوست بتاع عربيتك او سيارتك او معدتك طالع وفي دخنه كثيفه باللون الابيض، ودي طبعا دلاله على ان في نسبه من الزيت عدت من ما بين السلندر وما بين البستون عن طريق الشنابر. وطبعا على حسب حاله المحرك بتاعك، لو المحرك نيو طبعا هيعدي نسبه بسيطه بسبب احكام شنابر المكبس مع جدران الاسطوانات، اما لو المحرك في نص عمره هتبقى طبعا نسبه التاكل عندك عاليه وهيعدي نسبه عاليه من الزيت اعلى سطح البستون وهيبدا حريقها وهيحصل خلل وتفتفه للمحرك وعدم انتظام لدوران المحرك بسبب احتراق كميه من الزيت اعلى سطح البستون. بالاضافه كمان ان الزيت ده بيأثر على شمعات الاشتعال داخل محركات البنزين وبيعرقل لي عمليه الروتيشن او عمليه الدوران بالنسبه للمحرك وعدم استقرار الار بي ام الخاص بالمحرك. وطبعا هنا دخلت في مشكله انك انت لو الكرانك او لو سيل الكرانك الخلفي هو اللي فيه المشكله وبيسرب زيت معاك او بيلايك زيت معاك، هنا محتاج تفك فتيس العربيه بتاعتك وتفك مجموعه الدبرياج بالكامل وتفك الفلاي ويل او حدافه المحرك وتبدا تخش على السيل الخلفي للكرانك شافت عشان خاطر تغيره، بسبب ان هو بيسرب لك زيت المحرك وبنقص زيت المحرك على طول معاك، وانت طبعا تعبان من المشكله دي ومش عارف تحلها ازاي، ولكن هو ده حلها الوحيد انك انت تحترم مقاس الزيت، لان احترامك لمقاس الزيت وانت بتضيف او بتسرفز او بتغير زيت للمحرك بتاعك سواء محرك معده او محرك عربيه، احترامك لمقاس الزيت والتزامك بتعليمات المصمم او تعليمات الكتالوج انك انت تكون نسبه الزيت بتاعتك او مستوى الزيت بتاعك ما بين كلمه اد وما بين كلمه فول، او بمعنى ادق في مقاسات ثانيه بتلاقي شرطه تحت وشرطه فوق تخلي مقاس الزيت ما بين الشرطه اللي تحت والشرطه اللي فوق، ويفضل ان هو يكون لحد الشرطه اللي فوق وما تزودش زيت عن كده لان ده بيضر بمعدتك ضرر كامل. اتمنى تعملوا شير وتعملوا لايك للقناه وسبسكرايب او اشترك في القناه بحيث تدعمونا بلايك او كومنت، ولو عندك اي تعليقات او اي استفسار ياريت تكتبه لنا في التعليقات تحت وان شاء الله نرد عليك في اقرب فرصه ممكنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.